التشكيلات هذو مهمين بزاف اللي راح نروح لهم هذو هما الاساس الان في لازم نحولوا قدر كبير من الكهرباء من الضغط العالي الى الضغط المتوسط الى الضغط المنخفض هذا ونوفروا للزملاء تاعنا هنا في سون الغاز نوفروا لهم وسائل لا مانوفر باش يتصرفوا في الكهرباء يكون عندهم وسائل كثيره وبوكو سورس عندهم كيفاش يتصرفوا كيكون مشكل لان الاعطاب في الكهرباء شيء عادي هي قضيه فيزيائيه الاعطاب في الكهرباء من المحال باش نقول لكم ما كانش اعطاب تخيلوا طائر يجي يحط فوق الدين يدير لك عطب يعني اعطاب في الكهرباء موجوده لكن واش لازم سون الغاز واش هي تعمل الان ونجحت بقدر كبير هي تدخل سريع تدخل سريع لازم التدخل يكون في محله بالتقنيه لان الان عندنا كفاءات عليا في سون الغاز من قبل كان نحصلوا نروحوا قدام مشكل ونقعدوا نتفرجوا واش نديروا له نبداو نسيو هذه بالك نسيو هذه بالك دوكا خلاص سون الغاز كي يروح العطب او على بالو واش راح يدير وينجح في اول عمليه لازم تدخل سريع لازم الوسائل ولازم وسائل الثانويه اذا عندنا اون سورس واحد يساوي صفر معناتها ما عندنا ولا شيء اذا عندنا اون سورس لازم يكون عندنا اون سورس ولازم تكون عندنا اون سورس واحده اخرى اللي تعطي لا سورس الاولانيه الاضافه هذا هو اللي رانا نديرو فيه في كل الولايات في كل المناطق تاعنا في الجزائر وفي ولايه المغير لان ولايه فعليه ولايه جديده تحتاج نهضه كبيره كان يفهمني سيد الوالي كاين راهو في برامج كبيره نعم في الصناعه في التحويل في الفلاحه تتطلب الان طاقه متوفره وبنوعيه ان شاء الله هذا هو الهدف تاعنا كان زوج مناطق نشاطات مزودة بالكهرباء هذا ما عادش مشكلة يعني تاع كهرباء في الصناعة السيارة هي من آخر زيارة تاع السيد رئيس المدير العام اليوم البروجي كاع مشاو زادت كيدور لها مدفعة مليحة في مجال الكهرباء أنا ماشي مليح يعني مشكل واحد نتاع المواطنين نتاع الكوفي في الدرسيتي اللي حتكون ان شاء الله لازم تكون فيها مساعدات يعني شويه نعاود نقول لك السيد المدير العام اللي رانا نطلبوها راه يوفرها دون لي بيديا واش قدامي راني